السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد في اطار الفيديوهات التي تقوم بها في مجال التوجيه المدرسي وكذلك الدعم المدرسي. في اطار المبادره التي تقوم بها في مجال المنح الدراسيه، ارتئينا ان اليوم اختار لكم الموضوع ديال المنحه اللي كتقدم في المدرسه او الاكاديميه العسكريه الملكيه بمدينه مكناس، فخليكم معنا. الأكاديمية الملكية العسكرية بمدينة مكناس، مدة الدراسة فيها بكل بساطة 4 سنوات، بحيث لحسن الحظ هذه الأكاديمية ما كتخص في الدبلوم ديالها أو لا كونديداتور ديالها فقط للناس مثلا العلميين أو الأدبيين أو كذا، وإنما جميع الشعب يخول لها أنها تفعل هذه الأكاديمية. يكفي فقط أنها تكون يكون التلميذ جاب واحد النقاط اللي هي متميزة ولا لا بأس بها في السنوات الثلاث ديال التعليم الثانوي التأهيلي، وكيركزوا أيضا على المادة الفرنسية على المعدل ديالها بالأساس في الثانية بكالوريا. وبما أن المجال هو مجال عسكري، فإن الطول أكيد غادي يلعب واحد العامل أو غادي يلعب واحد الدور اللي هو مهم، بحيث أن الناس اللي قل من 1.68 ما كيتقبلوش في الأكاديمية. الشرط هو أن خصو يكون لاطاي ديالك ولا الطول ديالك كبر من 1.68 متر. وفيما يخص السن، فإن السن تيكون ما بين 18 وما بين 22 سنة، وبطبيعة الحال بما أنه مجال عسكري يعني فيه شوية مجهود، فيه شوية تمرة، خاص يكون التلميذ عنده البنية الجسمانية تسمح بممارسة الرياضة، معمرو دار شي إعفاء متفقين في الرياضة في السنوات الثلاث ديال الثانوية، والبنية الجسمانية ديالو كتسمح أنه يقوم بأعمال شاقة وتدريبات و أعمال رياضية. الأكاديمية العسكرية الملكية كيكون واحد الانتقاء أولي ديال الملفات كيتخذ بعين الاعتبار هذو المؤشرات اللي قلنا قبل. ثاني حاجة تيكون واحد الفحص طبي من لدن الأكاديمية، وتيكون كذلك واحد الاختبار بسيكو أو نفسي يجريو على التلميذ، وكيكون كذلك الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي بالمادتين الفرنسية والمادة الأجنبية الثانية سواء لونغلي سواء إسبانية. إضافة إلى ذلك، كيستافد التلميذ من واحد المنحة ديال تقريبا 3500 درهم شهريا، كيتحيدوا منها بعض المصارف كتخص المسائل اليومية اللي كتخص التلميذ. لسوء الحظ هو أن هذه الأكاديمية كيستافدوا منها فقط الذكور العزاب اللي عندهم جنسية مغربية، الإناث غير مسموح لهن بأنهم يلتحقوا بالأكاديمية العسكرية الملكية للأسف. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم خلال هذا الفيديو، اللي ما فهمش شي حاجة يخلي لنا سيغ كومونتير، شجعونا باللايك ديالكم ولي بارطاج، الناس اللي ما ابونيش حاولوا تابونا سيغ لاشين بالتشجيعات ديالكم باللايك ديالكم باللي كومونتير ديالكم، باش حنا كنقدروا نديروا افكار وكنزيدوا القدام. اتمنى لكم حد سعيد، السلام عليكم.